لكم مرة تانية زي ما قلت لكم من شوية اننا هناخد جولة داخل محطة التحلية نشوف بتشتغل ازاي. معانا ومع حضراتكم المهندس احمد فرج رئيس فريق التصميمات هنا في المشروع. مساء الخير باشمهندس، اهلا بيك معانا. حضرتك اهلا بحضرتك. مساء الخير باشمهندس احمد، احنا هنا موجودين فين؟ احنا هنا موجودين في يعتبر المبنى الرئيسي بتاع المحطة، مبنى التحلية. هنا اللي بتتم فيه عمليات التحلية، 150,000 متر مكعب اللي بيخرجوا كل يوم، بيخرجوا من المبنى ده، وده المبنى الرئيسي بتاع المحطة. فيه الترمبات الهاي بريشر بالسكدات الار او، سكدات التحلية، بتنكات التليق كليننج والفلاشنج للسكدات. فهو ده يعتبر القلب النابض او المبنى الرئيسي بتاع المحطة هنا. بتشتغل ازاي يا فندم؟ يعني انا شايفه مواسير وشايفه مولدات تقريبا. احنا بنشتغل ازاي؟ من البحر، احنا داخلين جوه البحر حوالي 350 متر، بناخد الميه، بنخش على مبنى المأخذ عندنا والانتيك عن طريق سكرينز ومانوال سكرينز وفاين سكرينز ميكانيكال سكرين، بتخش على بعد كده على منطقه الفلاتر، وبعد كده بتيجي هنا عن طريق ترمبات. في قبل كده في منطقة الكارتش فلتر، ده فلتر مايكروني بيعدي تقريبا بالمايكرون، بيسيب المايكرون، بتخرج بعد كده على ترمبات الهاي بريشر، بتضغط بضغط كبير قوي. احنا بنمر بكم مرحلة؟ احنا تقريبا بنبتدي بمرحلة البري تريتمنت، المرحلة الابتدائية دي عن طريق المأخذ والفلاتر، وبعدين دي المرحلة اللي هي مرحلة التحلية تم في المبنى ده، وبعدين بتخرج على المرحله النهائيه في مبنى المعالجه النهائي، بحقن فيها الكالسايد واللايم، وبعد كده بخزنها في خزانات الجي ال اس تانك عشان تخرج على المدينه عندي. طيب باشمهندس، من دخول المياه للمواسير عشان توصل هنا للمحطه لحد ما بتخرج في كوبايه المياه هناك تاخد وقت قد ايه؟ هو احنا يوميا، هي المحطه مصممه ان احنا يوميا في 150,000 متر مكعب بيخرجوا يوميا، ده بيكفي تقريبا مليون نسمه. يوميا نقدر نكفي هنا المحطه تكفي مليون نسمه؟ 150,000 متر مكعب ده تقريبا نقدر نوفر مياه لمليون نسمه. كلمني يا فندم عن مراحل التنقيه اللي بتمر بيها الميه. يعني كلنا عارفين ان مياه البحر اكيد فيها نسبه الملوحه، درجه ملوحه عاليه جدا جدا، كون ان هي توصل لمرحله المياه العذبه العاديه اللي احنا بنشربها دي مرحله صعبه شويه. ايه المراحل بقى اللي احنا بنعمل ايه في المياه دي عشان نحولها من مياه مالحه لمياه عذبه؟ واحنا مبدئيا كده عشان نوصل للمرحله ديت، احنا عارف حضرتك احنا المشروع هنا كان تقريبا في الوقت بتاعه هو اكبر محطه تحليه مياه موجوده في مصر. احنا كان اكبر محطه اليسر في الغردقه 80,000 متر مكعب، احنا هنا وصلنا ل 150,000. فاحنا علشان نوصل للشغل دوت في وقت قياسي، تقريبا احنا المحطه اشتغلت في 18 شهر، فكان لازم التصميمات وشغل التصميمات كله عشان يجي هنا السايت الناس تبتدي تشتغل يخرج في وقت قياسي. فاحنا استخدمنا احدث البرامج اللي موجوده في المجال ده تقريبا، يعني ما كانش حد استخدمها قبل كده هنا في مصر. اشتغلنا بالبرامج 3D، يعني المحطه كلها اتعملت 3D قبل ما حد يشتغل فيها. كل الناس قبل ما تبتدي تشتغل شافت الموديل بتاع المحطه بالشكل المعماري، بالشكل النهائي بتاعه، بكل البايبنج اللي معمول، اللي اتعمل له كله ستريس اناليسيز للسبورتات وللمواسير كلها، فعشان نقدر نوصل للمنتج اللي احنا شايفينه ده. المياه المالحه بنعمل فيها ايه عشان تبقى عذبه؟ واحنا هنا بتخش على اولا احنا بندخلها على مرحله الابتدائيه، بنشيل منها اي رواسب او اي حاجه عالقه فيها، وبعدين بتبتدي تخش في الاغشيه بتاعه الممبرين اللي حضرتك شايفاها ديت. الممبرين دي تحتوي على ايه جواها؟ أغشية من مادة معينة بتدخل بضغط معين حسب نوع المية الجيالي، بضغط معين بتخش في الأغشية ديت، الأغشية دي بتفصل الأملاح وبتخرج المية اللي أنا عايزها بالنسبة الملوحة اللي أنا عايزها. أنا بشكرك طبعا، وإحنا هنكمل جولتنا ونشوف باقي التقنيات المستخدمة هنا في مراحل تحلية المياه. بشكرك يا فندم.